من ياقوت؟ نعم. ما كنا اليوم الفلج زايد ما شاء الله. هي اليوم صح عاد مره مقطع خضيتوني. قلت لهم عاد خلاص ماشي عندهم. ما شاء الله. ايه. كيف حالك؟ خير. قاعد تبرز لي قهوة كأنك. ايه ايه مبرز. يلا قدمها قدم. اليوم طوفي. زين. حلوة. ايش رايك شوية تخليها وتجلس؟ اذا نكلم الخلق. زين. ها؟ وزين. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، سعد الله أوقاتكم ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أماسي. مثل ما أنتم شايفين الجلسة محلوة من بدايتها إن شاء الله تعالى، ونتمنى أنكم تستمتعون أيضا مع الضيوف اللي راح إن شاء الله اليوم يزورونا، وأكيد يمتعونكم باللي عندهم من فنون تقليدية عمانية وسوالف أيضا. مشاهدينا، كنا بالأمس طرحنا عليكم سؤال بلسان بلقيس، خلونا الآن نرجع نتذكر وش هو السؤال وناخذ الخيارات ونشوف الإجابة الصحيحة ونشوف الثلاثة اللي نالوا الحظ الأوفر معانا لليوم، وخلونا مع أبو علم. الو شاوي نعقشاته لولي در الشاي غابن قريشاته. اذا شاوي نعقشاته لولي در الشاي غابن قريشاته، هذه المقوله اكيد انكم عرفتوها من سمعتوا بلقيس قالتها، وحجب عنكم بعلوي الكلمه، او اللي سال شياب جاوبوه وخبروه. اذا هناك ثلاثه فائزين لهذا السؤال، ولكل فائز 100 ريال. خلونا الآن مع بعض راح نبارك لثلاثة منكم مشاهدين الكرام، راح نقولهم مبروك بثلاثة 100 ريال لكل واحد منهم. يلا يا أبو علوي. إذن مشاهدينا الكرام نبارك لصاحب الرقم 92759275778 92757878. نقول له ألف مبروك، أنت فزت بجائزة مالية وقدرها 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، تستاهل. ونشوف يا أبو علوي رقم 2. حلو، نبارك لصاحب الرقم 99468961 99468961. نقول له أيضا مبروك لك 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، تستاهل أيضا. والكل قاعد على أعصابه وينتظر الفائز رقم 3، ونقول له يلا يا أبو علوي ويعطيهم. الفائز رقم 3 معنا اللي هو صاحب الرقم 92988003 92988003. نقول له ألف مبروك أيضا لك 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، هذول الثلاثة اللي اليوم نالوا الحظ معانا. مرة ثانية راح نعيد أرقامهم ونذكرهم ب أنهم فازوا معنا اليوم، صاحب الرقم 92757878 رقم حلو 92757878 مبروك 100 ريال، وأيضا 99468681 نعم 99468961 أي نعم. انزين الفائز رقم 3 92 92 9
8800033 9 2 9 8 0 0 3. نقول لكم مبروك، أنتم فزتوا ب 300 ريال لكل منكم 100. ونشوف الآن أكيد أنه في سؤال جديد قاعدين تنتظرونه منا. ناخذ السؤال الجديد الآن بلسان بلقيس ومعاك يا أبو علوي، أعطيهم سؤال. شايب من راسي كمقويرة الكلمة المكملة للمقصب هي: 1 الطرفي، 2 الحلفي، 3 الغلفي. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. إذن هذا هو سؤال اليوم. تقول بلقيس: علوه وصيح واولفي شايب راسي كما قويرتل. عاد انتم اختاروا رقم الإجابة الصحيحة. عندنا الطرفي وعندنا الحلفي وعندنا الغلفي. إذن اختاروا انتم رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام اللي ظهرت أمامكم: لعمان موبايل وفريندي وهلفوني 90286 والنورس 90937. ونقول لكم كل ما أرسلتوا أكثر كل ما كان حظكم أوفر، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وتكونوا الثلاثة اللي باكر إن شاء الله نقول أرقامهم على الشاشة. الآن خلص ابن ياقوت، أعتقد أعطيناهم حقهم. ها يبقى حقنا نحن هنا، ما قصرت فيه. حقك قهوي يلا هذا. إيه وبعدين تعجبني أنت. هذه هي حلوه. هلا الراس، وين كنت؟ ها يا ياسين صبحك ما يقول وين كنت داخل هناك؟ تعال تعال استريح. مقدم امس استريح امس مقدم شوي تاخرت. زين سويت قهوه مع عبد زين مره. اجيب لكم رطب؟ لا رطب وحلوه كيف؟ بتخلطوا بطوننا شي خلطوا زين ناون هنيه كنا. ايه الحمد لله شال. شو تسوي؟ ولا تسخن طبل؟ طبل يوم ما يبدأ. ها؟ ما يبدأ. الله بالخير. عليكم السلام. يا مرحبا يا مرحبا. الله حيه. حياكم الله. مرحبا. مرحبا بشوف. هلا بلال. كيف الحال؟ طيب خير؟ الله يسلمك. العافية. وصلت ما شاء الله. تعال تفضل أنا. تفضل تفضل. تعال. أنا بروح إلى السنية عاد. تعال تفضل. تفضل. يا مرحبا يا نعم. وصلتوا ما شاء الله. وصل الله. الله يعطيكم العافيه. مرحبا. يا مرحبا وسهلا. حياكم الله وسهلا. ماجد الرياض. ما يصير. علو. ما شاء الله. ايش اخبار؟ ابدا. يعطيك العافيه. علو معكم. ماشي. خبرته بشيء؟ الله الخير. يا مرحبا. الله يطول عمرك. عاد اسمحوا لنا سبقناكم واكلنا من هذيك الحلوه. ما شاء باس. قدم لهم الجديده. بسم الله. زين. بسم الله. قربوا على 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 بعضكم كذي علشان سوون. قربي قربي منهم سال. قربي. بسم الله. صب صب يا قوس. العافية.
هذا الراس نور. تفضل يا سائل. تفضل. أبو ياقوت يعطيك العافية. سلمك. أحسنت. حي الله يا بلال. الله يحييك. يعطيك العافية. بالعافية والسلامة. وصلتوا. وصل الله. إعلان. نعم. أبو حسن. أبو حسن نعم. والله والنعم. يا حي الله وسهلا. الله ينعم بحالك. يحييك. يا مرحبا يا نعودة. وصلت. أشوف هذيك الورقة اليوم أنت ما قلت لي عنها ابن ياقوت. ورق ورق يجي دورك أنت تو يجي دورك. تبديت القهوة بط القهوة قبل. زين هات والله. إي تو يجي دورك عاد مشان هذي. زين. زين دور هذه يقول لك امس مجيوب لك ها بروه زين زين هذه البروه الله يقرب لك يعني زين انا ساه ذكرتني فيها زين شو هذه مره اليوم ما اعرف عاد في اسمك عرفت اسمي لا هي. زين ما شاء الله هذه الشعراء شعراء حقهم يتحركوا معنا شوي يشاركونا بمواضيع جميله جدا نقولها هنا باسمهم ان شاء الله الشاعر من صوبكم بعد نعم طيب الشاعر هذا شاعر العرب عرفتوه؟ شاعر ناصر الغيلاني نوجه له تحية نعم يقول ناصر يتكلم عن بر الوالدين ما شاء الله عليه يقول يا أيها الإنسان والدنيا متاع خفف من ذنوب يشيب بها الرضيع البر والتقوى ذراعك والشراع يوم السفن يلطم بها الموج السريع أقبل وبر الوالدين أهو الشعاع من جاك لو طوق بك الكون الوسيع ازرع رضاهم أرض وافعالك ذراع واحصد نتاج الغرس والشان الرفيع يعطيك العافية يا ناصر جميل جدا حقيقة أنا حسبت المكان غير مجيوب مرة شو تحسب؟ حسبت المكان غير هذا كله من حد يابني رسالة ولا بروة حسبها شكوى سالم شل بيك حد شل بيك حد هاد بيك يوم تروح ترابي يوم تروح رابعك هناك ايه؟ شل بيك هذا اللي فوق رجال ايه؟ اذا كانت شكيه هي اذا كانت شكيه روح هو يروح عندك ولا اذا كان شيء زين هي اذا كان شيء اجي انت تروح ايه اجي اجي يعطيك العافيه هنقي زين اذا مشكور يا ناصر شاعر العرب لك الف تحيه على هذا الموضوع الجميل وبر الوالدين واجب كل ولد حقيقة تجاه والدينه الله يعطيك العافية ناصر تسلم وهذا حقيقة أبيات حلو الواحد يستفتح حتى كلامه فيها نعم نعم بلال نعم نعم والوالدة حية ضحية نعم. والوالدة سالمة يعطيكم العافية زين بر الوالدين خلونا نقول عن بر الوالدين ما شاء الله قبل أن ندخل في مواضيعنا نعم اليوم تلقى بعض الأولاد نعم يعني حقيقة يعني معاقين نعم الوالدينهم صح ها؟ صح ما يبرون في والدينهم يعني من يكبر لبو او تكبر العيوز نعم قدها الولد يضيق منهم ها؟ صح هم بالعكس يعني الواحد يبغى انه من يكبرون هله انه يداريهم نعم صح ولا لا؟ نعم نعم فما اعرف بالنسبه لك بلال كيف عيالك؟ عيالي لحد الان زينين ها؟ لحد الان لحد زيني. الحين بخير؟ ايوه الحمد لله ما ادري عنهم من اشيبني كيف هذه هي طلعت ايوه نعم هل يعينونك اخلاف ولا لا الوالده ضحيه ايوه كم ولد عندك عندي الحمد لله تسعه تسعه كيف هم وياك الحمد لله زينين زينين طيبين كلهم دايرين بالهم عليك شاليني الحمد لله هذا اهم شيء وسالمه نفس الشيء الحمد لله يعني يكون ما نفس الشيء لا 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 جنب لهم لا 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 شالين الاولاد الحمد لله هذا المرتجع من الاولاد حقيقه no, no. عن الواحد يربي ويتعب ويشقي الابو والام تعب خساره تعب خساره يوم يكبر خلاص عاد لا حول ولا قوه الحمد لله نعم الحمد لله ما كلهم الا اولاد واحد اي ما كلهم ما كلهم الا اولاد واحد وحجه ما حجه على الربعه نعم ها من يرابعون هم اللي من يرزقهم هذا هو ايوه هذا هو يعني اللي رابع زين يصير مثله واللي رابع الشين بيجين مثله مثل. نعم هذا هو نعم ونتمنى ان شاء الله تعالى اللي رابع النذل يصير من انذالهم هذا هو نعم واللي رابع العاجل يصير من عقالهم نعم هذا هو نعم هذا هو انت في زمانك الحين انت في زمانك ها قبل يوم كنت صغيره كيف كانت سيرتك؟ كيف كنت تروحين وتين وكيف كنت تعاملين؟ عند مهاتي عند العاقلات اها والله وش اقول لك عاد؟ تقولين ها؟ ما هي ضحيه؟ ايوه تصيرين عند العاقلات عند العاقلات وين تروحين؟
نروح اول نمشي يحط بالمهاتنا يمشي نحطب اها وخلافي من ين من ناك سوى غداهن وتغدى وراح البلاد يحشل ومن ين من حشيش حال في بيت الحيوان وبقر وهوش واولاد صحيح زين حلو وكيف كنتي انت في البيت في البيت زينه مع ايوه ترى يقولون مادح نفسه عاد انا ما بكملها ايوه كذاب لا لا ما كذاب ما لكن القصد يعني انه فعلا يعني يوم كنت صغيره كنت تساعدين امك يعني اساعد امي واساعد ابوي واروح بلاد معهم ما شاء الله علي عندهم بدايه مع انه كانت اول حياه شقيه أيوة. شقيه نروح نحطب ونحش ونسمد ومن جبنا نغبر ما شاء الله آه. حلو شو تسمدي نخل نسمد سماد مال بوش اها ايوه تسمدونه في الزراعه يعني نجيبه فوق يواني فوق روسنا تجيبونه فوق روس ايوه من السيح ولا من السيح اللي عندي يواني يبيوني واللي عنده حمار يجيب فوق حمار تجيبونه للزراعه نجيبه في البيت هي في البيت وخليه تدوس الحيوان وبعدين يقطعوا اهلنا ويشلون البلاد يبيعونه مره حد يبيعه وحد يقطعه يزرع بالبلاد اللي عند البداية نعم هي حلو حلو أيوة. حلو سمدوا بالبداية نعم اليوم بنت اليوم بنت اليوم بنت اليوم ما تسوي شيء بنات اليوم ما يسوون شيء بتقولي لها قومي روحي اقلعي سماد ما ولا جل ها بنت اليوم بتقول هذا كله ما بتدخل الدرس ما تدخله شيء بنقولها مش يسقيها بتقول ما اعرف ما تعرف ها لا بتنطحني ولا تخافها بتنطحها اي صدق صدق هذه بنات اليوم ها سالمة ولا كيف ايوه كيف ما ادري بجعاد انت الحين انت في النص دايره سبحان الله يرقدن تحت مكيفات ايش يسوون ها آه؟ يرقدن تحت المكيفات الحين بنات اليوم كيف وقبل ما كان شيء لا ايه قبل اول شيء من قبل اول شيء بالحافه شرشف وتلحف بوت الحر صح ولا لا صح لحقتي على ما يضحيه اول قنبله تلحفوا اثنين ها؟ رقدنا عقب فوقنا كبطانية سبحان الله ومشي دوشك صحيح لفك الرمل اي نعم ولا في الشاذر في الشاذر هذيك الشاذر يا ابو لنا بطانية وقالوا اقعدوا حتى ورونا نار انا برد يوم هسنا برد يا ابو لنا علب طبان يسموها علب ورونا نار وحنا رقدنا هنا سبحان الله واول كان البيت بلال اذا تذكر نعم اول كان البيت صغير ترى نعم بيوت الطين صح؟ طين وسعف والسعف أيوه. اول كان صغار أيوه. البيوت نعم. ما فيهن حجر الحين وطابقين وكذا مشي أه؟ ولكن ذاك البيت الصغير نعم لام عائله كامله داخل والناس واسعنهم أيوه. وامورهم طيبه نعم اليوم البيت طابقين وفي يمكن ثمان يقولوا ما يوسعنا ثمان غرف بعد ابو واسع ما ابو واسع ها أه؟ سبحان الله وش هالضيقه اللي صارت زين مع ان الحين الناس في خير وفي رخاء يعني في خير وفي رحالة كنا قلوب هي هذه القلوب أظن هي هذه هي مسألة أول قلوب حلوة ضيقة. أيوة أول قلوب حلوة وقلوب زينة هاي نعم أيوة الحين القلوب ضاقت أول خيمة ما السعافي باتوا فيها عشرة هي والله نعم. صحيح كلامك مضبوط خيمة ما السعافي باتوا عشرة نعم صحيح وصراي نعم مال صحة سبحانه آه. وكافي وطوا في وطوا يا أبو حقه وسووا عليها صحة وكبوا لها صراع وسووا محل قنديل ان شاء الله لك ورقدنا عليه تتذكرين سراج مصحة؟ ها؟ ها؟ اتذكره ما شاء الله عليك كلنا لحقنا عليه لحقتوا عليه؟ ايوه ها عندي قولة بقديم إذا مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل ونذكر بسؤالنا وما بعده شايب من راسي كمقويرة الكلمة المكملة للمقصد هي واحد الطرفي اثنين الحلفي ثلاثة الغلفي اختاروا رقم الإجابة الصحيحة
وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية ونذكر بسؤالنا اليوم. يقول علو وصيح وولفي شايب راسي كما قويرتل. إذا هن ثلاث اختيارات: واحد الطرفي، اثنين الحلفي، ثلاثة الغلفي. أنتوا اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام اللي تظهر أمامكم لعمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286 والنورس 90937. كل ما رسلت أكثر كل ما كان حظك إيش أوفر. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وما شاء الله عليكم تقربتوا لي كانكم ها؟ أشوف جايين يا مرحبا بهم. ما سلمتي تراك، ما سلمتي أنت. شوف الحال.
عساكم بخير. الله يعطيكم العافية. دخلتوا علينا كذا حتى ما قلتوا هود ولا هدى. كيف حالك؟ عساكم بخير. يعطيكم العافية. يا مرحبا بكم. وصلتوا ما شاء الله. ايوه وصلنا. أشوفكم ناويين 100 علينا جايين بطبولكم مرة واحدة. تعرفهم؟ أنتوا وياهم؟ تعرف. تابعينكم الظاهر. زين استريحوا. يعطيكم العافية. يا مرحبا. أظني أنتوا بلال. نعم. يعني عندكم شغل فن. نعم نعم. من كذي الجماعة يوم يحسوكم أنتم متولفين في مكان يتابعينكم بطبولة. السلام عليكم. أكملت المسألة الحين. سالم إيش حالك؟ أنت بخير؟ يعطيك العافية. يا مرحبا بك. الله يحييك يا سالم. إيش حالك؟ طيب. يا هلا وسهلا. قام أخوك ما شاء الله. ياك الله. السلام عليكم. الظاهر سالم بعد إلا من يومكم ها؟ أيوه. ما شاء الله عليكم. كلكم متولفين من يعلام بني أبو حسن والله والنعم. حياك يا سالم. تفضل استريح حالتك العافيه. يا مرحبا. وصلت ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. استريح. سمعنا بالهيلق قلنا تابع ربعك ها؟ عاد انت جيت بالعود. ما رقى لك يا حزين. يا مرحبا يا حزين. قرب هذا ناقل الصوت عشان ناخذ علومك وعلوم ربعك هم جايين مع بعض. يا مرحبا. علومك يا سالم. انا من الدار الشرقي ما خبرت بشيء. ماشي علوم ابدا. يا خبر ملتقين الله حيك مصابكم. ماشي مشي علوم. لا خير ولا شيء خبر. الله يسلمك. دائما بخير. نورين ما شاء الله. الله يطول عمرك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يحييك وانت بخير. سالم سالم. يا مرحبا يا مرحبا. مرحب مهان. الولفه حلوه ها؟ حلوه ما شاء الله. الربع زينه. ها؟ نعم. الربع زينه. الربع زينه خصوصا لكانت الربعه ايضا في درب الطرب. ايوه. ها؟ هذه بعد غير. نعم. زين لما نجي نتكلم عن الطرب. نعم. أول والحين. نعم. ها؟ نعم. بنبتدي عند الأكبر. عند الأكبر. عند الأكبر. أيوه عند الأكبر. والله ضحية. ضحية. يعني أنت يوم أنت صغيرة كم كان عمرك بديتي تدخلين درب الفن هذا؟ الفن هذا عمري 15 سنة. 15 سنة. من تعلمتي؟ تعلمت من اسمها يميع بالسويدان. يميعة بنت سويدان. بنت سويدان هاي سمعنا عنها. نعم. عن بنت معمي. البارح كان عندنا ريال ويا باسمها يميعة. نعم. ها؟ نعم. يميعة صح. سويدان نعم. اي نعم. زين. كنا الرابع 2000 وحن قدرات نتبع نتسمع. هي. وقبطي. هي تغني وحن نرد معها. ما شاء الله. كنت مثل ما الحين هذولاك البنيات صغار ها جايبين هني يتعلمون. بناتنا بناتنا. ومالش ما سلمت يا ميتي ها؟ ما شاء الله. هاي بنت من؟ بنت يمع. بنت الحرمه هذيك. بنت ها؟ بنتك ما شاء الله. زين هاي من الحين بعدين تعلمونها شويه الطريقه. شوية. زين حلو تاخذ مثل ما هذا تراث ايوه. وهذا موروث ويتوارثونه. يتوارثونه. ولو ما توارثوه ولا خلاص قد اندثر. نعم. ها؟ وراح موروثنا. نعم. اي نعم. زين بلال. نعم. انت من متى ايضا يعني دخلت هذا الطريق؟ اني اولا من صغري عند اهلي. هي. كانوا اهالينا يسووا يعني الفنون. هي. مثل الميدان ومثل البوم هذي والتشحشح. بقيت الطروب كله يعني الفن اللي موجود فيه. هذا لكم لكم. لنا نعم. البوم والتشحشح. نعم. نعم. زين. ونسير عندهم. هي. وبعدين ما عقب اهالينا تولينا يعني من حكم السلطان وياي. نعم. هي. توليتوا بروحكم عاد؟ تولينا بصير حنو جماعتنا وامهاتنا. ايه. ونقوم بالواجب مش وبعدين قمنا نروحنا نغني من توفوا الاهل. ايه. وثم نروحنا نشترك مع ذاك. اول وين اول 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 وين تغنون؟ وين تجلسون؟ اول زمان. اول يجلسون في المناسبات. اذا يعني يكونوا رمس بروحهم. ايه. تواعدوا يعني من الشرق والغرب. وقالوا اليوم عندنا رمسة. زين هذاك متواعدوا ترى. نعم. احنا نتكلم زمان ما كان. نعم. شيء تليفون. نعم. ها؟ نعم. هاتف. يطرش وطارش. هي. يطرش وطارش يمشي على رجله او على حماره. هي. وقالوا له روح من في منطقه مثل الحين بنقول المنجرد. هي. قالوا له سير للمنجرد ونبهم وانت جاي على المحيول وعلى يعني الغيميه وكذي. هي. واعطيهم نبأ. فلان فلانين عندنا في مكان فلاني. هي. اليوم تعصيره. هي.
ولا رمسه يسموها تعصيره ولا رمسه ايوه ولا رمسه ليل اذا تعصيره انا معناته عصيري ايوه واذا رمسه عصيري يكون ما بعصيري عصيري من الساعه 2 هم متواجدين الساعه 3 ما شاء الله هذا التعصيره ويقوم الطرب من العصر مو مثل الحين حلو مو مثل الحين ايوه وقام الطرب يوم العصر انت تلقى الطرب جاي هي والاهالي كانوا بغيهم وفي مناسبه بعد يمكن عرس او انسان عند اختان ايوه كل مناسبه ذيك اليوم ايوه كل مناسبه قالوا في مره فيها أخبار فن مره أخبار اذا يعني بالآل او هي. سالم جاي انه ولد اليوم اها بشروهم عن الولد قالوا فن قالوا كاك فن حبا نمشي نخابر ماشي نسلم ما شاء الله ايوه حلو سلاموا الاهالي والامهات تساروا باخبارهم يعني ما شاء الله على ذيك الحياه الصعبه قبل ها ما يضحي نعم على ذيك الحياه الصعبه اللي كانوا عايشينها نعم كانوا مريحين بالهم مريحين بالهم نعم يوم يصير عندهم شيء قاموا يفرحون الحياه صعبه لكن أيوة الحياه احسن اول احسن يعني احسن الناس انا الحين كانت قلوب ذيك اليوم ايوه قلوب زينه بعضها شوي أيوة. وفي صداقات تستوي بعد نعم. مثل اني عندي صدقه والصدقه هذه انم عليها فلكن قالوا الجماعه من ناكل ونشرب بنسوي طرب لموا الطرب زين وهذاك صاحب الصدقه يعني اعطوه مذهب نعم ذهبوه كل حد عليهم مقدوره ما شاء الله ايوه والناس متعاونه متعاونه نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نتمنى ان شاء الله اليوم يكون كذا نتمنى 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 نعم كيف يعني الفرقة هذه لو بغينا نسوي مثلا شي دور هنا ممكن هذا يساعدوكم؟ ايوه ها؟ يساعدوا ولا بس جايين يلسون؟ لا لا يساعدوا يساعدوا؟ ايوه شباب كلهم لا يساعدون دام طول جايين المساعدة ايوه ها؟ مسخنات هذولا؟ جاهز ها؟ زين قلنا الشرقية نعم بشكل عام وخلونا نتكلم عن جعلان نعم انبم انبم حلو نعم شحشح شحشح ميدان عندكم ميدان نعم ايوه جعلان ابو حسن فيها ميدان فيها ميدان ايوه ايوه زين اول مسابق وهذا الميدان سنه يحتكوا عنه انزين اول سنه نعم نستفتح الجلسه ايوه نستفتح الجلسه ايوه نعم بشو هذه بالسن تقول الميدان سأل عن الميدان هي. ايوه الميدان سنه نعم وكان لا. يقول ايوه انا اقول نستفتح يعني الجلسه بفن بفن نعم وش من الفن نبتدي هل انبم ولا تشحشح ولا حلو ولا انبم 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 ايوه يا عيبكم انبم انبم حلو نعم هي يلا مع بعض زين جماعي زين. جماعي جماعي شباب جاهزين جاهزين مره نعم يلا يوم وزخ هو طبولكم بعد كيف تقولوا جاهزين سالم يلا عاشوا عاشوا يلا خلونا نسمع الفن إذا تسوونا واقف خليكم واقف واقف يلا خذوا راحتكم أنتم خذوا راحتكم جيب ناقل الصوت بن ياقوت وخلي هنا شوية قرب لهم عاش ايوه خلي في الوسط قربه بتحركه ولا بس مكانه الحين مكان الزغايت زين يلا ويودان يودان 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 يقول عبد يوم قال Yeah.
Oh, yeah.
الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. والله انكم ما قصرتوا يا بلال. الحمد لله. كلكم جميع. الحمد لله. كلكم ما قصرتوا، ما عليكم زود. الحمد لله. هذا مبم. مبم نعم. وتقولوه بطريقة حلوة وتأدوه بطريقة جميلة جدا نعم. والرقص وما قصرت سالمة والوالدة هذه. لا سالمة نفس الشيء. سالمة وسالمة. كلهن. ما قصرتن والله. حقيقة هي بادية تتفاعل من قبل. من أول. من قبل. لا شيء فيها من أول. من أه؟ اي ما شاء الله تقول لا تطول وبرقص ها؟ اي صدقه صدقه لا حلو حلو ادائهم جميل جدا الله يعطيكم العافيه الله يعافيك فن بوم انتم تقولونه في كل مناسبه كل مناسبه بس اكثر شيء في اول كانوا اهالينا لما بيسووا الفن اول لازم بوم اها ضروري أيوة. هذا قدام ضروري قدام زين اول شيء والان دخلنا ابو زلف والان دي ابو زلف وغتل عليه ايه جديد هذا استوى ايوه جديد جديد استوى وجديد لذيذ ايه ايوه الناس تطرب له ايه نعم والله انا الحين ما شباب الله ها؟ ما شباب الله ابو زلف صح ما عيبه هو هي عيبها انبوم اما احنا ولا مهاتنا انبوم والشحشح والحموره حموره ايوه نعم صح والطارق طارق هي دهر يدانا دهر مهاتنا اما الحين انا ابو زلف وغمض وفتح شو يسوي لي؟ غمضني وفتح جميل زين وش رايكم الحين عاد نسمع اغنيه من سالم زين مدهوشي؟ زين يلا يا سالم سالم لبيك انت قبل لا تسمعنا الاغنيه انت تقول شيء تقول ميدان ولا تقول مسبع؟ كيف كيف؟ ولا تقول شعر؟ لا اقول شعر شعر بس نعم قول قصيده قبل ثواني لازم اقول قصيده؟ ما لازم لا بقصيد بقولها لكن بغنيها اه بتغنيها يلا غني وهي طبعا لعل ان شاء الله تنال اعجاب المستمع نعم في فيها كنصيحه نعم عن الناس اللي تركض ورا المال صحيح وتنسى الاخره وتنسى الله هذه الله. الامور اللي هي يعطيك العافيه وتكون في يوم طيبه نعم نعم لعل الانسان هذا يستفيد منها بس تفضل يا سالم
الدنيا وقلبك متعة، اعزل عن الدنيا وقلبك متعة، دايم بذكر الله وخلق الله ليوع، دايم بذكر الله وخلق الله ليوع. ويلي يروج للجهل لا تتبعه، ويلي يروج للجهل لا تتبعه، تندم وتتحسر جرب يوم الجموع، تندم وتتحسر جرب يوم الجموع، تندم وتتحسر جرب يوم الجموع. عاش الحاضرين، عاشوا جميع. يعطيك العافية، يعطيك العافية سالم، ماك ما قصر. جميل الأغنية لما تكون تعتبر عن نصيحة، نعم وايد حلوة. تسلم حقيقة جد، واخترت لها أيضا اللحن القديم هذا حلو، تراثي حلو. إيه تراثي نعم. الهاشمي قال هذه مسألة هو؟ إيه نعم. ما شاء الله عليك يا سالم، الله يعطيك العافية. تسلم يا سالم. جميل 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 جميل، حلو. نتمنى إن شاء الله يكون محضر بعد شيء من هذا النوع الجميل إن شاء الله. الله يعطيك العافية. زين بلال. نعم. الحين سالم طبعا من نفس الفرقة. نعم. وما شاء الله عليهم كلهم شالوا معه. انتم نعم. متفاهمين، انتم متفاهمين. نعم. ها؟ نعم. متفاهمين، جميل جدا، حلو لما يكون في تناسق بينكم وتفاهم وتناغم. الله. نعم. بنرجع على فن الميدان. نعم. فن الميدان ايضا موجود في الشرقية. نعم. موجود في الباطنة. نعم. موجود في الظاهرة. نعم. زين. نعم. شو يختلف عنه فن الشرقية؟ فن الشرقية يختلف لما يعني الكلام له الشعر. أي. الشعر بيكون له هو. زين. ولكن يعني لما يعني بيغنوا. نعم. شلة الميدان. أي. الشرقية تختلف عن الباطنة. عن الباطنة والظاهرة. أيوة. أيوة. والظاهرة. أي. ميدانهم رقصهم غير وغناهم غير. نعم. والشرقية غير. يعني يختلف بس فقط في الرقص. ايوه والاداء ودقة الطبل. ايوه تختلف. نعم هذه اللي اختلف. نعم. وين شايبكم؟ شايبنا مريض. مريض؟ ايوه. حليل الله يعطيه العافيه. حيط صوم. ايه. وهو العاد تعبان. تعب ها؟ ايه. مسكين. ايوه. ولا كان زين لو اني اليوم زين كان زين. نعم. والشباب في شباب يعني شعلاء الميدان. ما حد منهم مسك ولكن في العمل. في الميدان؟ في الاعمال. في الأعمال. ايوه في الاعمال ولا حد. انت ما مسكت في الميدان؟ لا ما مسكت. انا ارد ادي معهم وارد وكذا وافهم، لكن يعني روحي كمان راسي بعدني لحد الان ما بدأت. ما شاء الله. ايوه. ما حد منهم عنده مقصب ميدان، لكن اظني هذه سالمه ما تخلى. ما اعرف. سالمه ما تخلى. ميدان. ميدان عندك؟ لا ما شي عندي ميدان. عندك شيء في راسك ما ادري ايش بالضبط، ما ادري ميدان ولا ميدان يبا شلات ويبا رداده. انا ما عندي. يبا شلات ويبا رداده. ويبا وقافي. اي هذاك يوم يكون يعني دور يعني يوم يطلع الدور. لكن احنا نقول يعني في الكلام. كلامك شيء كلام. الكلام قليل. حافظه انت؟ ما حافظت. حافظه واحده نشطنتين مخبرتني قبل. وش تقول هذيك اللي حافظتها؟ اول دهر اول هلنا وجداننا. هي ذاك اللي يقولونه. اول دهر اول. ما دهر اول هو هذا. حافظ شيء ولا نستنى. لا هي بتقول. منسيه. لا بيطلع الحين قاعد زين. اذا كان سو شوي بيضل. ها سالم انت لا تخربين. ما يضحيه دوري داخل.
دوري داخل أول دهل أول يوم يقولوا هي. دهل حياتي شنو كاس يوم يقول أها سعلن ومطواي ما بملوك منقلب قروش برشوة الحين انا مو متواي ما الحين لحظه قولي ما تقولي حق بلال انت تقولي ان كلنا أيوه. والناس قاعده تسمع كلها ما تصاصرين بلال بس أيوه. خبرينا قولي بصوت عالي يقول اول حياه شايب شنو اها وش قال يقول سعنن ومطواي ما بملوك منقلب قروش وبرشوه اها زين بس هذا اللي طلع الحين احنا عادنا متجهزين ومتحمسين قلنا بي شيء وراه ما شيء وراه بس اقول لك ثاني انساه اول شيء لكن يغيب من فكره صح مع عيالات ايوه والشغل هذا يباله حفظ اي يباله حفظ اي نعم يباله حفظ نعم صح وما شاء الله هو في شياب حافظين في شياب حافظين زاخين اي ما شاء الله نحفظ اول عندنا لكن غيبناه ها وش وش اللي زاد عليكم غيبت يعني غيبناه في شغل ودوامات شو تداومين؟ أداوم مدرسة ما شاء الله عليك أداوم مدرسة شو يعني مديرة؟ لا فراشة ما شاء الله عليك فراشة زين الشغل في النهاية شغل شغل ها؟ أيوة نعم وحنا نقول أيضا الشغل مو عيب ما عيب العيب متى؟ يوم تروح؟ برا تطلب وتمديدك أيوة تمديدك أو أنك تنهب أو أنك تسرق صح ولا لا؟ صح لكن الإنسان يوم يخدم على نفسه نقول الحمد لله وخلي احنا نقول يقول شل الخرا عن راسه لا منة الناس الله اكبر نعم. اي والله شل الخلا عن الناس على الراس على الراس ولا منة الناس أيوة. سمعتوها يا جماعه شل الخلا عن الراس ولا منة الناس نعم. هذه وايد حلوه نعم نعم, نعم. نعم. الله يذكر ها هي هي الخرا اعوذ بالله مثل السماء مثل السماء مثل السماء مثل السماء ايوه السماء والعمل زين نعم ايوه ايوه الله يعطيكم العافية الله يعافيك والسلام إذن مشاهدينا الكرام نذكر بسؤال اليوم وخلونا مع بلقيس وراجعي شايب راسي كمقويرة الكلمة المكملة للمقصد هي 1 الطرفي 2 الحلفي 3 الغلفي اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة
إذن رجعنا من جديد مشاهدينا الكرام ونذكر بسؤال حلقتنا لليوم. تقول بلقيس قالت لكم السؤال: علوه وولفي شايب راسي كما قويرتل. هناك اختيارات: واحد الطرفي، اثنين الحلفي، ثلاثة الغلفي. انتوا اختاروا رقم الإجابة الصحيحة فقط وارسلوه على اللي عنده عمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286، واللي مشترك نورس يرسل على 90937. فايزين بإذن الله تعالى راح يكون باكر من نصيبهم 300 ريال. رجعنا لكم يا جماعة. ها الحين بنروح عند من؟ نروح عند سالم. هيك يا سالم نسمع شيء مرة؟ يلا تفضل. طبعا هذه كلمات خميس نعم. الغيلاني اوجه له التحيه طبعا يا الحاني. نعم وفي ما بعد ان شاء الله نسوي المجاره نعدي في ما بعد. تفضل. هب النسيم ويا بطروه حلو الشذا مملاي لطراذ. هب النسيم ويا بطروه حلو الشذا مملاي لطراذ. صدفه في بوتيل صدفنا يلي جمال فاق الاوصاف. صدفه في بوتيل صدفنا المهاجيدة والأمة كالبدر خلف الشيل ينشاذ. خذ من المهاجيدة والأمة كالبدر خلف الشيل ينشاذ. جذاب في حسنة وممشى مثل الفرس لمر خطاذ. جذاب في حسنة مار خطاف يا سالم. اسم عالم سما وتياه فايج على جنسا ولا ولد. اسم عالم سما وتياه فايج على جنسا ولا ولد. فريد في نوع قلبي بين الأهداف. أنا صويب وقلبي
يعطيكم العافية، تسلم يا سالم. ما قصرت ما قصرت، الله يسلم. زين نرجع إلى بلال والوالدة ضحية وسالمة وسلامة. شي سلامة؟ ها؟ ما شي سلامة؟ لا ما حد سلامة. بس سالمة وسالمة. تحيد سالمة 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 يا سلامة؟ ها؟ وربع الحيدة. راكبة هاي الأغنية. تعرفين تغنيها سالمة؟ يا غني. ها؟ يا غني هذه بعد هي. تعرفين لها؟ ما أعرف لها. ما تعرفي لها؟ لا. سالمة يا سلامة. تعرفيها الوالدة ضحية؟ غني سالمة يا سلامة. ذكروها أنتم تذكروها هذه تقال يوم كنتوا صغار بعد. سالمة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة هي غني. أيوه. تعرفيها الوالدة ضحية؟ طب يعني مقصب. لا لا هي مقصب مقصب قولي. أيوه. مقصب حين ما نعرف إلا. بلاحن قوليها بلاحن. آه. سالمة يا سلامة. هي. حنينا بالسلامة. ها هو ختمتها. إنزين. مرحبا. بتكلم عن هذا فن تشحشح بعد عندكم شحشح. نعم. وعندكم فن مغايض. نعم مغايض. نعم خلونا نوقف عند المغايض. المغايض المغايض هذا تسوونه متى؟ هذي المغايض يسوون الله يسلمك في ايام العرس. ايوه في ايام العرس. ايوه يوم اللي يدقون ولا يدقون. أيوة. نعم يسوون العرس مات الاوليات لكن هذا فن نسائي. نسائي هو. ايوه المغايض نسائي. نعم نسائي. يتجمعن كم حرمه وهن يدقون. يتجمعن اهل الحريم يعني راعي التراب وراعي البيت امهات العروس وامهات المعرس. اي نعم. ويدقوا في البيت. هي. بيت العروس. بيت العروس. ايوه الرجال يحضروا لكن يعني ما يتكلموا عن ما لهم شغل بس يطرحوا. ايوه طرح. نعم الحريم يغنن ويرقصن وهم يطرحوا له. ويطرحون. ودقاقه الطبل. يطرحون يعني ايش؟ فلوس. فلوس. تنقيط بعض الاماكن يسمونها تنقيط. ايوه ايوه زين حلو. نعم. نقطت انت قبل؟ ايوه ما منقط صح. للحريم للحريم لقطنا. نعم نقطت. ايوه ما شاء الله عليك كريم كريم. زين رجينا ابانا ويطرحوا ونقطوا نقطنا منه. حلو هذا ايضا تنقيط في الميدان ايضا يستوي كل مناسبة كل الطرب هذي كل مناسبة في كل فن بس عند الرسح عند الرسح ما عند الرسح بس رسح ريايل. نعم زين حلو هذا حيب الحريم. حياب حياب. اي في الرسحة عندنا الشرقية لازم حياب. حياب ايوه ايوه حتى يعني الفنان يستوي الفن زين ويستوي الرسحة يعني يتكلم. نعم ويمدح. ايوه صح. ايوه انزين بنسمع الان عندنا اللي هو المغايض. المغايض. وعندنا الشحشح. الشحشح وايد حلو. ها زين شو رايكم وش اللي بنختاره مغايض ولا الشحشح برايك؟ لا لا برايكم انتم. عاد كل انت شيء شخصي. انا ما ابغى اغلبكم. اللي لكن بناخذهم ترى. عندي شله. هذاك بناخذ اخوان. اقول لك عندي شله الشحشح. ايه. جايبنها يوم الله يعزه ويدومه. نعم. حضرة جلال صاحب الجلال الزاير الشرقية. ما شاء الله. ايوه. زين نسمع هذه. بنقولها. نقول هذه؟ اه. يلا. خلص لازم واقف. واقف واقف بعد من قال لا. بنوقف يلا. وقف وياهم انت من يقول. وقف وقف قم شارك اللي معه. ها عنة الريال؟ لا دستك. ها ديري بالك؟ انا دوسك. لا ايوه. دستك في ديك. بعدين عن يلوموني انا خلاف. لا لا ماشي باص. ها؟ ماشي باص. هل ما يلومك؟ قال لك شايب اللي جايب من البارحة. الله يعطيك العافية. يلومك الشايب اللي جايب من البارحة بس. لا حول الله. لا انا ما نلومه ما نلومه. من شايب يوسف؟ يميل. يميل اي يميل صح. دانم دانم. شحشح دانم. دانم الحين دانم. على يا عيني يا دان دان 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 يا دان يا الله وسائر زمن وطيع وسائر زمن وطيع يا دان 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 يا
سلام الله عليكم وليش حسن ما روح ولا من بو حسن ما يا
الجو اللي عالين في رودة خلنا في أطورة الجو اللي عالي هاني مستعد نورا فوق نورا وبارب حورا والخاتم جو اللي عالي كذا ورد بانت عطورا كذا ورد بانت ¡Gracias!
يعطيكم العافية. يعطيكم العافية جميع، ما قصرتوا. ما شاء الله ما شاء الله. لو طول شوية خلاص. شوف بينزلوا. يقول طولوا شوية بنزل. بينزلوا ولا ما تنزل أنت؟ بينزلوا. أنا خفت على الوالدة سالمة لا تطيح هناك في الفلي وبعدين مش تغرق عليها. ها؟ سالي ها؟ الحين بيسوي لك حنبورة ما بيطيحها. بالله عليك. الحنبورة بعد حركاتها كذا يعني. ها ديري بالك عن تطيحين في الفلي بعدين تغرقين ترى. لا طيحين 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 مال العلاب تشحشح. نعم. من الفنون الجميلة أيضا في الشرقية. حديثها تشحشح. قلت لي انبوم. نعم. ايه. زين. ناخذ استراحة شوي. ان شاء الله. زين. إذا مشاهدينا الكرام ناخذ استراحة بتذكيرنا لسؤال وسهرتنا محلوة وليلنا توه. خليك موجود فاصل ونعود مع بعض. شايب راسي كمقويرة الكلمة المكملة للمقصد هي 1 الطرفي 2 الحلفي 3 الغلفي اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. عيونك ما لبصرت حتى لو
من جديد رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وجلستنا طيبة اليوم مع فرقة الفنون الجميلة اللي موجودة معانا هنا من ولاية جعلان بني أبو حسن. نذكر بسؤال اليوم، سؤالنا يقول علو، لا بلقيس تقول مبانا علو واصيح وولفي وشايب راسي كما قويرتل، واحد الطرفي، اثنين الحلفي، ثلاثة الغلفي. انتوا اختاروا بس رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على عمان موبايل وفريندي وهلفوني اللي هو رقم 90286، واللي مشترك نورس يرسل على 909-37. منكم التوفيق، وتذكروا كل ما أرسلت أكثر كل ما كان حظك أوفر إن شاء الله. الله يعطيكم العافية جميع، ونتمنى لكم أنتوا أيضا من الفائزين. ليش لا؟ ها والله ما ترسلون بنرسل ترسلون زين، متأملين إن شاء الله. ها متأملين، متأمل. ها تأملي خير دائما إن شاء الله، يقول تأملوا خير تجدون إن شاء الله بالخير دائما جميل. زين سالم، سالم سالم بنسمع قصيد. شي قصيد والله، قصيد وايد. قول ايش من قصيد وايد؟ قول أول، قرب ناقل الصوت يمك، خلي على وجهك كذا سيدة عدل، أيوة، وقول قصيد. بقول قصيدة هجران. زين حشر يقولوا لا هجران ولا فرقة، ها يقول المدهوشي نفسي عزيز وبعذلها عن هواك. الله الله، لا تغرك الدنيا ويبداك الغرور. ايه نفسي عزيزة في سما ما هو سماك، ما ندنيها لبهتانا وزور. الله عليك، عشنا على العفة ولا تفهم تراك، مكار خاين للمكايد بس تدور، دامك على الحبلين مع هذا وذاك، أنا مهني لك وزيد النور، نور يكفي كفاية بس يوم هذا شراك، أرجوك فارقني وقعلك ما تثور، دور على غيري يمثل مستواك، إلا إذا طير البحر قاد الصقور. من مثلك أنت عاد ما تنفع معاك، متعود أن تمشي على عكس الأمور، لو أشوف الموت ودوايه لقاك، لا تظن في يوم لديارك أزور، عفتك أنت وعفت من كانوا وياك، لا سعد بالخير من ولاك شور، ما لفيتك راقين أطلب حماك، أنا على الشدات متعود صبور، عافك الخاطر وقلبي ما يباك، لو تجيني تعتذر ما انت معذور وسلمت. الله عليك، الله عليك يا سالم حقيقة. مسك العود شوي، مسك العود، مسك العود. حاضرين ايوه طبعا هذه مقارات الغيلان. ناصر لا خميس. من هو؟ خميس الغيلاني. خميس الغيلاني، يلا نوجه له تحية. القصيدة اللي غنيتها قبل شوي ايه الحين مقارنة عليه. ها ها ما شاء الله، بنفس اللحن بعد؟ لا يلا مغير اللحن. زين احلى يا حيقي لنزن معناه شعر مزل بالقاف، يا حيقي لزان معناه من حي مزل بالقاف، صاغ المثل صوغ بيمناه، لولو زمرد عند عراف، صاغ المثل صوغ بيمناه، لولو زمرد عند عراف، فزيت له والقلب حياه وله الدحايا مني رضاف، فزيت له والقلب حياه وله الدحايا مني رضاف، ابعد ما سيل اندفق ما أو عد حان تفرق الأولاف، أبعد ما سيل اندفق ما أو عد حان تفرق الأولاف، يا اليابري شرواك ندراه في وسط عيني ورمشي الحاف، يا اليابري شرواك ندراه في وسط عيني ورمشي الحاف،
ولبي ما تمنى فرصيت يلي تقطع غياب حضر ولبي ما تمنى فرصيت يلي تقطع غياب بنوصل للعرف سكنه ليتني الترحيب آلاف بنوصل للعرف سكنه تشفي من الآه ولا سمعت من ناس نشراف اللي شفتها تشفي من الآه ولا سمعت من ناس نشراف يضحي لي بدر محيا واسع الدار زارها وطاف يضحي لي بدر محيا واسع الدار من بعد موطى تنبت عشب من بعد مصياف يحييه شي من عب موطى تنبت عشب من بعد مصياف مالوم يا اللي يقول أهواه من حسن يوسف ما خذ وصاف مالوم يا اللي يقول أهواه من حسن يوسف يا حيقي الإنسان معناه من شاعر مزل بالقاف صاغ المثل صغ بيمناه لولو زمرد عند عراف من بعد مصياف مالوم يا اللي يقول أهواه يعطيك العافية يا سالم الله يعافيك تسلم ما قصرت واسفين على التقصير اذا قصرنا في الفيديو استانستي بوالد الضحية ها شوية وبتقومي واقفة ها ليش الا الهواء اي شلا ايش لك الهواء حوان ها الهواء حوان صح حقيقة وراعي الهواء يعرف دربه يعرف دربه اي والله ما شاء الله عليك زين بنتكلم نعم بنتكلم عن شاعة نعم فن نعم من فنونكم اسمه شاعت 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 نعم شاعت يقولوا شاعت يقولوا رايوه رايوه ايوه ايوه هو لا هو لي نعم هذا متى تقولونه فلكن هذا يقولونه اكثره من تبت عليه يعني عيد الفطر نعم الحين احنا في رمضان صايمين اي اليوم اول يوم العيد حتى الى ثالث نعم كان امهاتنا هذا لك يسولنا اي روحا يعني من عيدوا وصلوا وطلعوا من الصلاه نعم ان راحوا للبلاد زين للنخيل ايه وتحت شجر الانبا او اللومي الكبير ايه يقوم من هناك بالطرب في الظل ايوه اللي ما واحد ياكل عرسي يشلها معه ايه للنخيل نعم وهو يشتغل ايوه في الاستراحه أيوة. يوم يريحون شوي ايوه قامن عليه طربهن هذه الشاعة ايه الى يقول العرب الرجال ايه شكل ما قلت لك طرب نسائي لكنهم يطرحوا ينقطون تنقيط ايوه تنقيط زين الى الى قانم بس هذا موجود الحين؟ هذا الحين موجود يعني في المناسبات اما كل يوم من العاده الاوليه لا انقرض مات رمهاته وهذا الشباب الحين غير ما باقي واحده منهن باقي الباقي الله عز وجل والد لكن الحية. ولكن تعبانات الحين تعبانات عيايز تعبانات عيايز وتعبانني في الضغط وفي شريان وما خذلنا ما خذيتنا انت والد الضحية خذلنا المهات خذلنا ولكن يعني وحده وثنتين ما يسوون شيء صح ايوه لازم هو يبقى جمهور هذا الفن شاعت احنا ما سمعنا عنه قبل ايوه بس نبغي ناخذ بس اللي في ابو حسن ها في ابو حسن في ابو حسن ايوه نبي ناخذ لمحه عنه بنعرفه كيف تقولونه زين يلا زين هذا مثل الحين شلنا بنات شلنا
هب الغريب وطيح بلاد وده شاعر يا محنتي ايش بسوي بها هبت هبوبه هب الغريب هب الغريب وطيح بلاد هبت هبوبه يقول طاح هبت هبوبه هبت هبوبه طاحت بلاد هبوب الغريب بلادي اي زين يلا يلا عاشت سالمة حاجه شواغل حاتت بلا تولو يا محنتي ايش بسوي بس الحنبور جالس الحنبوره ها زين يلا تقلبي هذه غير انت نابو هاي بعدين تقلبي هذا شاعت قوي ذا شاعت قوي هذا شاعت قوي ذا شاعت قوي Yeah.
يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا ما قصرتوا. جميل جميل. ها؟ الأمهات فيهن صحة قوة. إيه. ويوم يرم السن ما بنبرع على الأرض. على ولكن يطفن يصير المزيفينة. إيه. لكن المزيفينة بعد سوف. نعم. يغنوا في رقيص شوي. إيه. فلكن هذا رقيص مستمر. رقيص مستمر. وشلة بشلة، لكن هي. طفيف. يعبر عن يعبر عن شغل يعني. أيوة يشتغلون في الزراعة وكذا ولا في النخل؟ هذه في النخل يشتغلون ويعني يعبر عنه. إيه. والعيد يعبر عنه. نعم. والحفلات كل شيء. في كل في كل موسم يعني. كل شيء نعم نعم. لكن حلو يطفن حلو. أول يطفن. إيه. يطفن. إيه. يقول المولدات. إيه. بقول وبقول. آه. يا مولدات. نهبات العقول. يا مولدات. بقول وبقول. يا مولدات. نهبات العقول. نهبات العقول. وواحد يقول حبة العين. آه. سودة ودكنة يعني داكنة. نعم. وخشعتي قلبي. قلب ركنة. أي والله. أيوة. ولكن يطيبن. أي طبعا. أيوة ويطفن طفيف. إيه. تلقى الارتلتي. إيه يوم يوم يدق. الأولها. حتى لما قامت تدق سالم. نعم سالم نعم. ضحية هنيها. ارتجت الأرض علينا. أنا خفت على السقف. إن شاء الله عليه. الله يدق. بعد سالم بعد سالم ما قصر سالم ما شاء الله عليك سالم. سالم. ها؟ تعال لازم سالم. ترى فن بلاده فن بلاده. شاركنا. فن بلاده فن بلاده ما شاء الله. سالم. لازم بشجع فن بلاده ولازم يعني جميل جميل. أيوة. حلو احنا لا كنا مشجعين سالم فن بلاده ما شاء الله عليه سالم يشجعنا واحنا نشجع الواجب منه. ايه حلو حلو. أيوة. حلو حلو. أيوة. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكم كل شر. اذا هذا فن شاعت. هذا شاعت 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 ورايوه. حد يقول رايوه. ها حد لهي 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 شاعت ورايوه لهي. ايه. رايوه انقلبي انقلبي. ها. ورايوه سوي تقليبه. ها. وبقلبك روحي. وبقلبك روحي. ايوه رايوه. اه رايوه. هو نفس الـ نفس الايقاع. نفس الايقاع. نفس الايقاع. ايوه جميل. ايوه زين. الله يعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيكم من كل شر. آه جميعا ان شاء الله الله يعافيكم. بقى هو بقى عندكم والجماعه كلهم. هي الله يعافيكم. بقى عندكم بعد انتم تسوون بوزلف وانتم تسوون. ايوه ايوه الميدان ولكن اليوم ما جاي. أيوة. الشايب انتم تسوون. وبن عبادي. بن عبادي. لكن بن عبادي يختلف مع عندنا ابو حسن. هي. يعني لحنين ويختلف خلاص بنقولهم كل واحد لحن. اها ما بيبقى عندنا وقت ومغاير شويه عالطاير عالطاير علشان تعرف انت ويعرفوا الناس السلطنه كلها اللي ما مسموع يعني اللي ما مسموع نسمعها الحين زين ما يخالف قول قول نقول مغاير بنقول ترى لك شويه يلا كلمتين يلا يلا واجبات انت ويا انت وقف وقف هيا وقف قف سالم يروح الملك لا يوبا كيخ قريب منه لا لا مغاير لا خشعة لا خشعة مغاير تبى تسوي مغاير الحين سوي مغاير خلاص سوي بن عبادي ذي بن عبادي ولا غايض 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 مرة لا بناخذ بن عبادي بن عبادي بن عبادي بناخذ بن عبادي هذا اللي ما بنسمعه تقوله بن عبادي سوي يو داني يو داني اللي دان يو داني يو داني عادو آه يا داني يا داني اللي دان يا داني يا داني يا علو يا بن عبادي يا داني يا داني اللي دان يا داني يا داني يا علو يا داني يا داني يا ريم ماريت الغزال I'm
كشاح وتمايل يوزنك 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 كشاح وتمايل بن عبادي بن شلو الثانية بتشلو الثانية أي واحدة منها بن عبادي علو هذيك سامعينها عدنا بدري ورحمان علو يو داني يو داني علو يو داني يو داني علو يو داني داني يو داني بالويل من داني علو بالويل من داني سبتي داني على دري ويوح ماما على دري ويوح ماما على المطارح انت يا خلق انت مطارح عمامة على المطارح عمامة ألو بنزيد هدولي
يعطيكم العافية جميع. أحسنتوا أحسنتوا. هذا فن شو قلنا؟ بن عبادي. أيوة. الأولي هذا. جعلان أبو حسن. أيوة. الله يعطيكم العافية جميع. يعني أمهاتنا لو بيقوموا بها عليه. إذا أول. زين. أول في هبة. نعم. نذكر بس الناس بسؤالنا. شو رأيكم؟ يوم يد إعلان الصبح وحنا المس. زين. زين. ما يضحي صخي. طلع الشمس. هن يد إعلان وادي لفت وادي بن خالد. أذان الصبح. ما شاء الله. ويد إعلان الصبح نلمس. نعم. إذا مشاهدينا سؤالنا اليوم يقول علو وصيح وولفي وشايب راسي كمقويرة النقط. واحد الطرفي، اثنين الحلفي، ثلاثة الغلفي. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على عمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286، والمشتركين نورس يرسلوا على 90937، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وباكر راح نسحب لثلاثة فائزين، وانتو جزاكم الله ألف خير ويعطيكم ألف عافية، وما قصرتوا واسمحوا لنا يمكن شوي تعبناكم حركناكم. ماشي باص ماشي باص ماشي تعب ماشي تعب. بعدنا مقصرين الحنبورة. ما مشكلة إن شاء الله بيوم ضيوف غيركم. شلوا وخلاص بلد. ضيوف غيركم إن شاء الله بنسمعها منهم إن شاء الله. الحنبورة وخلاص. لا عاد الحين ما عندنا وقت. زين. لكن إن شاء الله. مطولينها شلوا والدور. ماشي وقت أبوي يعني الحين خلصنا عاد شوف إحنا خذينا من وقت الخلايق بعدنا. خذينا من وقتهم 10 دقائق. الله يعطيكم العافيه. تسلم يا سالم. الله يعافيكم. ماشي باس. جزاك الله خير يا الله يعافيكم. ما قصرتوا جميعا. يعطيكم الله الصحه والعافيه. حقيقه فرقه الفتوح. نعم. للفنون الشعبيه بولايه جعلان بني بو حسن. الله يعطيكم العافيه جميعا. امين. وكذلك انتم مشاهدينا الكرام الله يعطيكم العافيه على حسن المتابعه. نتمنى انكم استمتعوا ويانا مع فرقه الفتوح للفنون الشعبيه ولايه جعلان بني ابو حسن، ونتمنى لكم ان شاء الله استمتاع دائما معنا في برنامج اماسي على امل ملتقانا وياكم ان شاء الله في حلقه جديده. نقولكم تصبحون على خير، وهذه تحياتي وتحيات طاقم العمل وتحيات مخرج العمل طارق بن علوي با عمر يحييكم ويقولكم تصبحون على الف خير.